بالنسبة لسلم الرواتب مثل ما وضحنا سابقا، هو شأن الحكومة التي شكلت لجنة من أمانة مجلس الوزراء ومن وزارة المالية وديوان الرقابة ومجلس الخدمة الاتحادي، ووضعوا سلم رواتب جديد للموظفين باعتبار أن هناك عدم إنصاف بين رواتب بعض الوزارات، وأغلب الوزارات رواتبها متدنية بالرواتب الإسمية، خصوصا بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة إلى الخامسة تقريبا، درجات ضعيفة بسلم الرواتب. السلم الجديد أعطى زيادة للراتب الإسمي، وتقريبا اكتمل هذا السلم وقدم إلى الحكومة لغرض العمل به عام 23. في عام 23 صار زيادة في أعداد الموظفين، حيث ارتفع من 3 ملايين و200 ألف موظف إلى 4 ملايين تقريبا. وهذه الزيادة استوجبت من الحكومة أن تعيد احتساب السيولة اللازمة لتطبيق هذا السلم الرواتب الجديد. فالموضوع بعهدة الحكومة، ولا دخل للمجلس النواب بها ولا اللجنة المالية، وإنما الموضوع بقرار من مجلس الوزراء يمكن أن يطبق سلم الرواتب الجديد في حالة توفير السيولة اللازمة لتغطية هذا السلم الجديد.